السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد النهاردة هنعمل ريفيو مع بعض عن منتجات نفرتاري اللي طلبتوها مني ان انا اعمل لكم عنها ريفيو. وقبل ما تمشوا وتكملوا معايا الفيديو للاخر ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب وتابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي، هتلاقوها بتظهر على الشاشة وموجودة تحت كمان في الديسكريبشن بوكس. وما تنسوش تشوفوا الديسكريبشن بوكس، هتلاقوا فيه كل حاجة عن المنتجات اللي هتشوفوها في فيديو النهاردة. لو عايزين تشوفوا المنتجات اللي اشتريتها من نفرتاري كملوا الفيديو للاخر. طبعا انا فتحت على النت ودورت كتير قوي عن موقع نفرتاري ولقيته، بس للاسف كان عندي مشكله اني مش عارفه هل الاسعار دي اسعار اونلاين ولا دي اسعار الستورز، فكنت محتاجه اعرف اسعار الستورز كام واسعار الاونلاين كام وابدا اقارن ما بينهم، وفي نفس الوقت كمان اعرف سعر التوصيل. فعشان كده انا دخلت على الموقع بتاعهم ودورت على كل المنتجات اللي انا حباها وشفت سعر التوصيل، ولقيت ان الموضوع هيبقى مكلف جدا ومحتاجه اني ادور على ستور قريب مني عشان اشتري منه المنتجات دي. وطبعا انا دخلت على صفحتهم على الفيسبوك ولقيت الموقع ولقيت كل حاجه موجوده هناك، واكتشفت ان الاسعار اللي موجوده على الموقع هي الموجوده في الستورز بتاعتهم. بس بما ان انا نقلت مؤخرا لطنطا فما كنتش عارفه هل ليهم ستور في طنطا او لا او ليهم وكيل. بالصدفة كنت ماشية في شارع الحلو قدام كلية تجارة على طول، لقيت فرع لنفرتاري. حسبكم تتفرجوا عليه من جوه وتشوفوا الدنيا عاملة ازاي جوه، ونرجع تاني افرجكم على المنتجات بتاعة نفرتاري اللي اشتريتها. الموقع سهل وما يتوهش، والعنوان هكتبه لكم تاني على السكرين من بره هنا، شارع اخر شارع الحلو قدام كلية تجارة. عايز اقول لكم حاجة، ان انا روحت نفرتاري مرتين. اول مرة طبعا لما لقيته بالصدفة كنت ماشي عادي جدا ولقيته قدامي، فدخلت يعني تخيلت ان هو مش نفس الفرع او حاجة واخدين الاسم، واكتشفت ان هما توكيل لنفرتاري. فانا روحت مرتين، اول مرة كنت باخد فكرة واشتريت شوية حاجات واكتشفت ان في حاجات كانت خلصانة
وده دليل على ان المنتج ناس كتير قوي بتدور عليه وبتتفرج عليه. لو انتم مش عارفين نفرتاري ايه قصته تقدروا تروحوا تشوفوا على اليوتيوب الحلقه بتاعه نفرتاري مع اسعاد يونس، كانت بتتكلم عن المنتجات الطبيعيه بتاعه نفرتاري، تقدروا تروحوا تشوفوها وتعرفوا ايه الفكره. طبعا اول مره رحت فيها نفرتاري خدت كل البوشورز اللي عندهم، يعني بسرعه كده اقول لكم حاجات من اللي انا خدتها. البوشور ده عن زبده الشيا اهو، بعد كده زيت الارجان، كل منتجات نفرتاري كلها منتجات طبيعيه. ده عن زيت الجوجوبا. العيب الوحيد اللي هيقابلكوا في نفرتاري الويب سايت ان الحاجه كلها جوه مكتوبه بالانجلش، فلو انتوا عايزين حاجه بالعربي يبقى خليكوا في صفحه الفيسبوك. ده زيت بذور العنب، و ده جليسرين، صابون الجليسرين. طبعا البوشور مليان حاجات كتير قوي، هحاول افرجكم عليها كلها، وبرده هسيب لكم اللينك بتاع صفحه الفيسبوك بتاعه نفرتاري موجوده هتلاقوه تحت الديسكربشن بوكس. ودي بودره تفتيح او تنظيف اسنان برده من نفرتاري، منتجات طبيعيه. العنوان المرة الأخيرة، طنطا شارع الحل مقابل بوابة كلية التجارة. ده بروشور كده كلها حاجات من جوه، المكونات أو الحاجات اللي موجودة في الفروع. أنا بس بوريكم البروشور بشكل عام لأن المنتجات كتير وحابة أفرجكم عليها كلها. ده برضو بروشور نفرتاري جميلة الجميلات، في كل المنتجات من جوه كده. في حاجات سبا، حاجات يعني فوط ومشط اللي هو الخشب ده، ويا ما قلت لكم قبل كده منتجات الخشب دي حاجه حلوه قوي. ده برده البروشور، برده زي ما قلت لكم العيب ان هو كل حاجه مكتوبه بالانجلش، لو انتوا مش تقدروا تفهموا لو هو انجلش، يعني عايزين تقروا كل حاجه عن كل صابونه بالعربي يبقى موقع الفيسبوك احسن من مكتوب فيه كتير بالعربي اهو. وهتلاقوا كمان على صفحة الفيسبوك بتاعتهم فيديوهات للتصنيع واماكن التصنيع اللي هو يعني الحاجة بتتعمل ازاي. تمام، والبرشور ده موجود فيه من ظهر من ورا الفروع بتاعة نفرتاري، موجود في المهندسين والزمالك والدقي ومدينة نصر وهليوبلس والتجمع الخامس وكورنيش النيل والجيزة والمعادي وستة اكتوبر ومصر الجديدة ومصر القديمة واسكندرية والمنصورة والجونة وشرم الشيخ واسوان والاقصر، وعنوان المصنع. وطبعا زي ما قلتلكوا الفرع بتاع طنطا هو واضح ان هو لسه فاتح قريب، هو فاتح في شهر 12 فلسه جديد، فطبعا مش موجود في البروشور العنوان. هني اوريكم اول مرة رحت اشتريت ايه وهقولكوا كل حاجة من دول بتستخدم في ايه. اول حاجه استخدمتها طبعا انا شاري حاجات كلها ليها علاقه بالبشره الدهنيه، بما ان بشرتي دهنيه مختلطه فاشتريت كل حاجه ليها علاقه بالبشره الدهنيه. اول حاجه صابونه الكركم، طبعا التغليف كله يعني الى حد ما صديق للبيئه، يعني ده كرتون. هوريكم الصابونه من جوه. طبعا لو انتوا مش متعودين على المنتجات الطبيعيه بالنسبه لكم الحاجات دي هتبقى مش لطيفه. دي الصابونه من جوه بوكس، ايوه ده شكل الصابونه. لو انتوا مش عاوزين حاجات طبيعيه ريحتها تبقى منفره بالنسبه لكم، بس انا بالنسبه لي ريحه عادي جدا لاني كنت بستخدم صابونه زيت زيتون وحاجات كده كتير. طيب صابونه الكركم مهمتها ايه بقى؟ بتحمي البشره المعرضه لحب الشباب، مضاد طبيعي للبكتيريا، تعيد الحيويه والنضاره بفضل فيتامين هيه الذي يرطب ويجدد خلايا البشرة. دي مكتوب عليها انها للبشرة الدهنية. على فكرة انتوا لما تروحوا اي ستور هتلاقوا حد هناك فاهم بيقول لكم دي لبشرة دهنية ودي لبشرة جافة دي لبشرة عادية. لو انتوا هتشتروا اونلاين هتلاقوا ناس بترد عليكم على الهوت لاينز، دكاترة فاهمين كويس جدا كل حاجة ليها علاقة بالبشرة. اول حاجة صابونة الكركم، طبعا انتوا بتبقوا عايزين تعرفوا الاسعار فانا هقول لكم الاسعار على طول. صابونه الكركم
ب 56 جنيه. بعد كده شايفين التغليف دي ميه نعناع، ميه نعناع عشان تترش على البشره. عارفين انتوا ميه الورد لما بنرشها، ميه النعناع برده مهمه جدا لاصحاب البشره الدهنيه علشان تقفل المسام، علشان تعالج المشاكل اللي في البشره، علشان حب الشباب، عشان البثور السوداء، كل الحاجات دي كلها ميه النعناع بترشوها كده على بشرتكم الصبح وبالليل وطول النهار عادي جدا وخفيفه. زي ما انتم شايفين التغليف ده ازاز، والتغليف من فوق عليها كده، طبعا ما فتحتهمش لسه، عليها ورق كده من فوق اهو ومقفوله كويس. وهوريكم، هحاول يبان بس مش عارفه الكلام هيبان ولا لا. اهو مكتوب عليها ماء النعناع. طيب ميه النعناع كانت بكام؟ ميه النعناع ب 27 جنيه، الكميه 275 مللي. بعد كده زيت بذور العنب، هو شويه عامل زي الجل طبعا، سبنسر يعني، او مش سبراي، هو بيتضغط كده، هوريهولكم يعني زي الجل كده، هوريكم الازازه. زيت بذور العنب مهمته ان هو بيساعد على عدم ظهور الحبوب والبثور، وليه خاصيه ان هو يقفل المسام، وكمان للبشره الدهنيه البشره بتمتصه بسرعه يعني خفيف. انا جربت منه على ايدي لقيته بصراحه اختفى، يعني على طول بشرتي امتصته. ينفع للبشره الدهنيه والبشره الحساسه، هقول لكم حاجات ثانيه عنه. زيت بذور العنب علشان حب الشباب، وعلشان الهالات السوداء والانتفاخ اللي تحت العين، وكمان علشان يقفل المسام، وعشان الحبوب السوداء والحبوب حب الشباب كمان لما بتظهر. ويفضل انه يستخدم بعد حمام الوجه، يعني بعد ما تعمليه سكراب بيكون احسن، علشان يعني او سكراب او اللي هو بالديرمرول تقدري تستخدمي، انه زيت خفيف جدا وينفع للبشره الدهنيه والبشره الحساسه. زيت بذور العنب 70 مللي ب 96 جنيه. تمام، احنا عارفين ان الحاجات دي كلها اورجانيك، والحاجات دي كلها انا هجربها واقول لكم رايي عليها في فيديو او عن طريق الانستجرام اللي انتوا حابينه. اكتبوا لي تحت في الكومنتات لو انتوا جربتوا اي حاجه من منتجات نيفرتاري، اكتبوا لي تحت، واكتبوا لي انتوا حابين اقول لكم رايي بعد ما استخدمهم على اليوتيوب فيديو مفصل، ولا على الانستجرام وتحبوا اعمل لكم فيديو ازاي بستخدمهم ولا لا، كل ده تحت في الكومنتات. الفيديو ده بس ان انا بوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها، علشان بس اقول لكم ان انا هجرب الحاجات دي. صابونه الشوفان، زيت الزيتون البكر الخام، وحبوب الشوفان الطبيعيه مقشر سكراب، صابونه سكراب، هوريكم الصابونه. طبعا التغليف هايل هايل، يفتح النفس وحاجه فظيعه جدا. مش محتاجه اقول لكم السكراب بنعمل بيه ايه، يعني هي خشنه فنسكراب البشره بيها. اهم نصيحه عموما لاصحاب البشره الدهنيه، لو انتم من اصحاب البشره الدهنيه واصحاب البشره الجافه الحساسه، المايله للحساسه، الدهنيه المايله للحساسه والجافه المايله للحساسه، وانتم بتعملوا اي حاجه لبشرتكم بالراحه، بلاش العصبيه والسكراب الفظيع، حاولوا تبقوا بالراحه قوي على بشرتكم لانها حساسه جدا وهتلاقوها بتلتهب. وما تعملوش سكراب كتير، وما تعملوش ماسكات كتير، وما تعملوش كريمات ترطيب كتير، يعني واحده واحده على بشرتكم لانها هتتعب بزياده. فدي صابونه بالشوفان، فهتلاقيها تنفع ان انت تعمليها كده مباشره على بشرتك فتعمل سكراب معاكي. صابونه الشوفان ب 62 جنيه، الصابونه كبيره زي ما انتم شايفين، واحنا طبعا مش هنعمل سكراب كل يوم، السكراب بيكون للبشره الدهنيه مرتين في الاسبوع، للبشره العاديه 3 مرات في الاسبوع، البشره الجافه ممكن يبقى 3 مرات بس الاحسن يبقى مرتين. فطبعا البشره الدهنيه انت هتقولي ان دي كميه قليله ان انا بعمل سكراب، بس احنا مش عايزين نفقد الدهون الصحيه اللي في بشرتنا طول ما احنا محافظين على بشرتنا. انا عارفه كويس قوي ان في ناس هتقول ايه ما نجيب صابونه بالحاجات دي كلها. لاحظوا ان كل واحده من دول انت بتستخدميهاش كل يوم، يعني دي انت هتعمليها مرتين او 3 مرات في الاسبوع، صابونه الكركم مش هتستخدميها كل يوم، هتستخدميها مره او مرتين، واي حاجه تانيه من الحاجات دي هتبقى متوزعه جوه الاسبوع، فممكن تعمليها بايام، خلاص انت عارفه الصابونه دي النهارده، الصابونه دي بكره، الصابونه دي بعده، وهكذا. فالحاجات دي كلها مختلفه عن بعضها. بعد كده صابونه الروز ماري،
صابونه روزميري بزيت الزيتون البكر الخام واعشاب الروزميري، يستعمل للبشره الدهنيه وللشعر الدهني، يمتص الدهون ويترك البشره والشعر نظيف ويمنع ظهور حب الشباب. طبعا كل اللي عندهم بشره دهنيه هيبقوا بيتكلموا عن حب الشباب. بصوا بقى الباكجينج عامل ازاي، بصوا التغليف، بصوا الحلاوه بتاعت التغليف. عارفه ان التغليف مش هيفيدنا بحاجه يعني مش هناكل التغليف، بس يعني بصوا منظره حلو ازاي. هنا طبعا زي ما انتم شايفين اربع صابونات مش صابونه واحده، واحد اثنين ثلاثه اربعه، اربع صابونات من صابونه الروزميري. صابونه الروزميري ب 62 جنيه تمام. على فكره مش لازم تجيبوا كل الحاجات دي كلها، ممكن تجيبوا مثلا صابونه واحده من الصابون ده كله يمنع او يساعد معانا. بس انا بوريكم الباكج الكامل بتاع البشره الدهنيه اللي انا جبته. هم مبيبيعوش كده باكج، هو بيتقال لك كل حاجه وانت تختاري اللي انت عايزاه، فانا اخترت الحاجات دي. تقدروا تحطوا الحاجات دي كلها بتتحط في منطقه جيده للتهويه ومش حر، فيعني لو عندك مكان مقفول مثلا جوه الدولاب او حاجه شيليهم وطلعيهم طول الوقت، ما تسيبهمش في الحمام طول الوقت وبرده ما تسيبهمش في مكان حر. بعد كده الحاجه اللي احنا طبعا بنخلص فلوسنا عليها وهي ميه الورد. انا بصراحه قلت اجرب ميه الورد من عندهم برده من مره. بتجيبي بخاخ عادي جدا وتحطي فيه ميه الورد وترشيها. ميه الورد اهي ازازه برده 775، هوريكم الكتابه على قد ما اقدر يعني. وبرده الباكجينج زي ما انتم شايفين عامله ازاي مقفوله، وازاز برضو مية الورد ب 27 جنيه. عندهم على فكرة بخاخات بس كلها ازاز اللي هي الصغيرة دي اللي شبه البخانات يعني مش بلاستيك، مش عارفة اوريكم حاجة شبهها. ازاز برضو سبنفر صغيرة كده وترشوا بيها. لو انتم مش عايزين ممكن تجيبوا البلاستيك العادية اللي موجودة في المحلات بتاعة الادوات الصحية. مية الورد انت ممكن مشتريش اي حاجه بقى في حياتك وميه الورد دي تشتريها على طول. ميه الورد لازم تخلصي من عندك، تغسلي وشك باي صابونه ترشي ميه ورد، تشيلي ميك اب وتغسلي وشك تحطي ميه ورد، تعملي غسول حطي ميه ورد، سكراب ميه ورد. ميه الورد على طول تستخدميها مهما كانت نوع بشرتك، ميه الورد مهمه جدا جدا. يعني صرفي على ميه الورد هتلاقيها فرقت معاكي، بشرتك هتبقى كويسه، مفيش مسامه هتبقى واسعه، مفيش حبوب، كل الحاجات دي كلها بسبب ميه الورد لانها بتلطف البشره وبتديها كده نضاره حلوه. بعد كده ما احنا يعني هنبقى مندلع البشره طول الوقت سواء جسمنا ووشنا ومش هنيجي ناحيه الشفايف. ليب بال من نيفرتاري. انا بقى بصوا من ساعه ما رحت وانا عايزه افتحه اشوفه من جوه عامل ازاي. بصوا عامل ازاي، انا هوريكم بس الاول الباكجينج عامل ازاي. خشب، فوكس فوكس، ايوه خشب. ليب بال مرطب شفايه طبيعي، هوريلكم من جوه. هو شويه جل من جوه، بصراحه نفسي اجربه. الله ريحته ميه ورد، ويعني مش تقيل ومش خفيف، بس انا يعني كمان ملمسه حلو قوي. الله ريحته ما يتولد. على فكره انا ما شميتوش هناك، ريحته حلوه جدا. انا ما اعرفش كميه قد ايه بصراحه، 20 جرام، 20 جرام مرطب شفايف. وعلى فكره يعني 20 جرام متهيألي 20 جرام هيقعدوا معانا فتره. يعني احنا بنجيب اللي هي الحاجات اللي زي دي بتكون 5 جرام وبتقعد وقت طويل، ما بالكوا بقى 20 جرام. مرطب الشفايف من فيرتاري ب 47 جنيه، الكميه اللطيفه دي، العلبه الخشب الجميله دي. اخر حاجه اشتريتها هي بودره الاسنان دي، الصراحه وانا شاريها لبابا وفي نفس الوقت ممكن استخدمها معاه. هوريها لكم، بصوا الباكجينج فظيع ازاي. اكتر حاجه هتاثركم في الحاجات بتاعه فيرتاري هي الباكجينج. بصوا شريطه كده وورق وتحسوا ان انتوا رجعتوا ايام الفراعنه. بصوا هي لايرز من جوه، لايرز كده. المكونات هقول لكم، المكونات عباره عن صوديوم بيكربونات وقرفه وقرنفل واوراق النعناع الجافه وحاجه تانية كده مش باينه. بتخلطوا الحاجات دي كلها مع بعض، ما بيفضلوش لايرز كده، بتقوموا مقلبينهم تقلبوهم في حاجه وتقلبوهم كويس قوي وترجعوا تشيلوهم هنا تاني وتاخدوا كميه بره.
وتبداوا تحطوها على فرشة سنان رطبة وتبداوا تعملوا بيها سنانكو. المفروض ان هي بتسيب البق نظيف ومنعش، وكمان اللي هو المادة اللي انا مش عارفة ايه البنتونيت ده بيساعد على التنظيف من اي رواسب، يعني كمان المفروض يشيل الجير. مش بتستخدم يوميا، دي بتستخدم 3 مرات في الاسبوع بس عشان بيكربونات الصوديوم اكيد، فبتستخدم 3 مرات فقط مش بتستخدم كل يوم. هقول لكم سعرها. بودرة تنظيف الاسنان، بودرة طبيعية مش بتبيض، محدش قال انها بتبيض اسنان خالص، دي بودرة طبيعية عادية جدا ب74 جنيه. هوريها لكم تاني. كمية كبيرة، 250 جرام، 250 جرام كمية كبيرة، هتقعد معاك وقت طويل، 3 مرات في الاسبوع، هتبقى حلوة جدا. اخر حاجة كانت كادو، وهي صابونة زيت الزيتون البيور منهم، هي ملهاش باكجينج، هي بتتباع كده يعني، ما عليها شوية زيت زيتون بقى كده، عليها زيتون من هنا ايه وشجر زيت زيتون، دي علشان الجسم كله مش عشان اي نوع بشرة، عشان الجسم والشعر. انا طبعا ما بحبش احط على شعري اي حاجة مهما كانت، فدي كانت كادو من المحل. ده كان مشترياتي من فيرتاري، باذن الله هجربها واعمل لكم ريفيو. بس طبعا زي ما قلت لكم قولوا لي تحت في الكومنتات عايزين الريفيو عباره عن فيديو كامل على اليوتيوب، ولا اقول لكم على انستجرام كده على الستوريز زي ما انتوا بتحبوا ان انا اعمل لكم حاجات على الستوريز، ولا تحبوا ان هو بوست على الانستجرام تقروه، يعني طبعا تقرروا الحاجات دي كلها. وانا باذن الله هجربهم. انا اتقال لي انه باذن الله في خلال 10 ايام او اقل من 10 ايام هشوف نتيجه كويسه. انا الحمد لله بشرتي مش محتاجه حاجه، بس عندي شويه بثور، عندي شويه مسام مفتوحه، عايزه احس بفرق ان انا بشرتي بتتنفس. باذن الله بعد العيد هبدا اعمل المنتجات دي واستخدمها واقول لكم رايي فيها. بحبكم جدا 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 جدا، ولو في اي حاجه عايزيني اجربها اكتبوها تحت في الكومنتات، وانا باذن الله باذن الله هجيبها واجربها واقول لكم رايي فيها. اشوفكم باذن الله على الف خير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.